يمكنك تخيل ما هو عمق 300 متر؟ إنه تحديداً عمق مصدر مياه مسافي من جبال الحجر، حيث تنبع المياه الوحيدة في دولة الإمارات من عمق الأرض. تشق المياه طريقها عبر الصخور المعدنية الغنية لتستقر في عمق 300 متر حتى نأتيك بها. من أين تأتي المياه التي تشربها؟ مسافي تأتيك عن عمق 300 متر من جبال الحجر.